السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وهاني ليا مع راسكم. قبل ما نبداو الحلقه ديالنا بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي كنا كنتسناو فيها من شحال هذا ويلا وصلت. بلاتي ترارارام. واخيرا وصلنا الدرع، واخيرا وصلنا الدرع الخوت. كنشكركم بزاف، ما تقدروش تصوروا شحال انا فخور وشحال انا كنشكركم على التحفيز ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى اي واحد كان مساندني من الاول ملي يلا حليت القناه. كنشكركم بزاف، وكل شيء هذا الشيء بفضل الله وفضلكم نتوما. ومازال ان شاء الله جاي الجديد وجايين حوايج اخرين غيكونوا واعرين صراحه بويكاس ياك. المهم الخوت، بغيت عاوتاني نعاود نشكركم، وان شاء الله العقبه الدرع الذهبي علاش لا. وتحيه خاصه للناس اللي كانوا معايا ملي يلاه بديت القناه، المحاربين القدامى كنشوفكم، تحيه كبيره ليكم، وحتى الجداد تحيه كبيره. المهم الخوت، باش ما نطولش عليكم غادي نعلقوا اللور ونبداو الحلقه ديالنا. هي اخطر الطقوس الشيطانيه اللي كيديروا شي ناس بدون اي رحمه او شفقه. كيمشيو ينبشوا القبور وياخذوا بعض الاعضاء او الاشياء من الموتى بدون اي خوف. هالظاهره ديال نبش القبور كاينه في العالم كامل، ماشي غير في العالم العربي. داكشي علاش القصه ديالنا اليوم غتكون على واحد الرجل اللي كان كينبش القبور، كينبش القبور وياخذ بعض الاشياء من الموتى مقابل اجر مادي. حتى النهار اللي غادي ينبش فيه القبر الخطا، هذا القبر غادي يكون ديال احد السحره والمشعوذين اللي عندهم الاتباع ديالو من الجن، وبالضبط مرضه الجن والشياطين. هذا العساس غادي ينبش هذا القبر ديال هذا الساحر، ولكن داكشي اللي غادي يشوف من بعد ما عمره ما شافه في حياته، غيشوف شي حوايج اللي غتقلب ليه حياته راسا على عقب. وجدوا راسكم، هاد القصه اللي غتسمعوا اليوم من ارعب القصص اللي تقدروا تسمعوها. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للحلقه وتدخلوا تشتركوا في القناه وتابعوني على الانستغرام والفيسبوك باش تبقاو قراب مني اكثر. نبداو الحلقه ديالنا. القصة اللي غنعاود لكم اليوم وقعت بالضبط في احد الدول الأجنبية مع واحد الرجل، وهذا الرجل اللي داير عليه القصة كان هو العساس ديال واحد المقبرة، وكان المنزل ديالو في هذيك المقبرة نيت. حيت كيف ما كنعرفوا اي عساس كيكون ديال شي مقبرة كيعطوه المنزل ديالو في المقبرة نيت حدا الباب ديالها. هذا العساس ديال المقبرة اللي داير عليه القصة كان كيسكن في هذا المنزل هو والزوجة ديالو وجوج الوليدات، عنده طفل وبنت. هذا الرجل ما كانش غير هو العساس ديال المقبره فقط، بل كان كيتكلف حتى بدفن الموتى ويحطهم في القبر، يعني هو اللي كيدير هذه العمليه. ولكن بعيد على هذا الشيء، الحاجه اللي كيدير وما كيعرفها حتى واحد من غير الزوجه ديالو هو انه كان كينبش القبور، يعني اي قبر جديد كان كيجي يتدفن كان كيمشي ينبشو ويقلبو، كيقلب على شي حاجه اللي عندها زعما عندها ثمن ولا عندها شي قيمه باش يبيعها. حيت كيف ما كنعرفوا الاجانب ملي كيبغيو يدفنوا الموتى ديالهم كيلبسوهم ملابس جميله، وبعض المرات كتكون هذيك الملابس غاليه، وحتى في بعض الاحيان كيديروا لهم خاتم ولا ساعه باهظه الثمن. يعني هذا العساس بالضبط كان كينبش القبور باش يحاول يلقى شي حاجه ثمينه عند هذاك الميت، ملي كيلقاها كياخذها وكيمشي يبيعها. المهم العساس بقى على هذا الحال، اي قبر كيجي جديد كيمشي يقلبه، غيبقى على هذا الحال حتى النهار اللي غتجي فيه واحد الجنازه اللي غتبدل ليه حياته راسا على عقب. في وسط النهار غيتمو جايين واحد المجموعه من الرجال
هازين واحد النعش فيه واحد الميت باش يدفنوه. العساس غيكون موجد القبر فين غيدفنوه وكيتسنى فيهم باش يجيو حتى غادي يبداو يقربوا بشويه بشويه. وهنا غيلاحظ العساس باللي هادوك الناس كاملين الشكل ديالهم غريب شويه بحال فيهم شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم تجاهل هاد الشعور اللي كيحس به وقال لهادوك الناس شي واحد يعاونني باش نهبطوا القبر ندفنوه. بقاو كيشوفوا فيه وساكتين حتى غادي يتقدموا جوج منهم وغيعاونوا العساس غيهبطوا معاه القبر. ولكن اللحظه اللي غيحط فيها العساس يدو على القبر غيحس بواحد الاحساس غريب وفي شي شكل احساس غريب لدرجه ان الشعر ديال الجسد ديالو كامل وقف. شاف فيهم كاملين باش يشوف واش حتى هما حسوا بهذا الاحساس ولا لا، ولكن والو كلهم ساكتين والقلوب ديالهم بارده. المهم في هذه اللحظه بين العساس على ان ما كاين والو وتمو داخلين للقبر فين غادي يدفنوه. وكيف ما كنعرفوا الاماكن اللي كيدفنوا فيها هما القبور ديالهم كتكون على شكل منازل صغار وكتسد بالابواب. من بعد ما دخلوا حطوا القبر بقى العساس تما كيقاد فيه وكيرتب في الامور ديالو وهما كيتسناو فيه برا. وملي سال داكشي اللي كان كيدير خرج عندهم باش يتقاد الاجر ديالو. وهنا غتكون الصدمه، ما لقى حتى شي واحد منهم، كلهم غبروا وكان الارض بتلعاتهم ما فهم والو. ولكن واخا هكاك قال غادي يكونوا غير هربوا حيت ما بغاوش يخلصوني. وبالفعل من بعد ما رجع للمنزل سولته الزوجه ديالو قالت ليه شحال عطاوك، وهنا غيجاوها وغيقول ليها ملي خرجت عندهم باش نتخلص من عندهم ما لقيت حتى واحد، كلهم غبروا واختفاو، ولكن كوني هانيه هذاك الميت اللي دفنت هو اللي غادي يخلصني، كوني هانيه. وبدا كيضحك. مراتو بدات كتخوت عليه وكتقول ليه واش ما بغيتيش ترجع من هاد الطريق، واش مازال تابع هاد الطريق، واش ما عييتيش منها، واش بغيتي تسبب في شي حاجه اللي غتندم عليها. المهم بقات كتخاصم عليه حيت ما كانتش كتبغي هاد الطريق اللي كيدير. ولكن مع الاسف كانت ردت الفعل ديالو قمعها وقال لها سيري ديها في شغلاتك وما تبقايش تحضيني انا، سيري شوفي داكشي اللي عندك في المطبخ وما تبقايش مقابلاني انايا. وهنايا الزوجه ديالو مشات وكانت مغلوبه على الامر ديالها، ما بقى عندها ما دير. المهم من بعد بقى جالس العساس في الدار وكيتسنى الفجر باش يجي حتى غادي يوصل الفجر وغادي يخرج من الدار هز واحد المصباح باش يضوي. وتم غادي وسط القبور كيقلب على القبر الجديد اللي دفن، غيبقى غادي حتى غيوصل ليه، غيحل الباب ديال هذيك الغرفه فين كاين وغيدخل. وهنا غيحس بنفس الاحساس اللي جاه المره الاولى، غيحس بالرعشه في الجسد ديالو والقلب ديالو كيضرب بالجهد. ولكن واخا هكاك قال هادشي عادي غادي يكون غير، المهم هادشي عادي، المهم تجاهل هاد الشعور وكمل في داكشي اللي غيدير. بدا كيحل في القبر حتى غادي يتفاجئ باللي الميت عينيه محلولين وكيشوفوا فيه. جاه الخوف وما فهم والو، حس بواحد الاحساس في شي شكل. ولكن واخا هكاك عاوتاني تجاهلو وقال عادي يقدر يكون مات وهو حل عينيه، يعني ماشي شي حاجه اللي خارقه للعاده، يعني شي حاجه عاديه. المهم بدا كيقلب في هذاك الميت وحيد ليه داك الملابس ديالو اللي كان لابس، بقى كيقلب فيه لعل وعسى يلقى داير شي قلاده ولا شي ساعه ولا شي خاتم اللي عندها قيمه. بقى كيقلب فيه ولكن ما لقى والو حتى غتبان ليه بالصدفه السنه ديال هذاك الميت مركبها بالذهب. وهنا بطبيعه الحال ما ترددش باش يحيدها ليه، جبد واحد الاداه حاده وبدا كيحيد ليه في هذيك السنه حتى اقتلعها. ولكن في هذيك اللحظه ملي كان كيحيد ليه في السنه الميت حل عينيه وكيشوف في العساس. المهم من بعد ما حيد ليه السنه دارها في جيبو، وهنا بغى ياخذ ليه هذاك الكوستيم اللي كان لابس، قال يقدر يجيب ليه حتى هو شي ثمن، بغى يحيدو ليه. ولكن اللحظه اللي حط فيها العساس يدو على الصدفه ديال الكوستيم العينين ديال الميت غيتحركوا في اتجاه يد العساس كيشوف فيها اش كيدير. وفي هذه اللحظه بالضبط غيخرج العساس كيجري بسرعه البرق نيشان المنزل ديالو، غيدخل وغيسد عليه الباب وغيتلاح في الارض وهو كينهش ومخلوع من داكشي اللي شاف. خلى هذاك القبر مبعثر والدنيا مرونه، خلى كلشي بحال هكاك وهرب. جات عنده مرته وقالت ليه مالك ياك ما كاين باس، شفتك مخلوع والوجه ديالك صفر شنو كاين؟ جاوبها بواحد الصوت وهو مخلوع، قال ليها الميت راه حي، الميت راه حي. وبقى كيعاود في هذه الكلمه حتى قرب يطلع الصباح. وهنا ملي قربت تطلع الشمس تفكر باللي ضروري خاصو يمشي قاد القبر حيت كان مبعثر خلاهم في واحد الحاله، كان ضروري خاصو يمشي قادو قبل ما يجيو الناس وتكشف الامر ديالو، فما كان عليه الا يخرج ويمشي قادو. شجع راسو وقال غادي نمشي.
مهم تم غادي للقبر، ولكن من اللي وصل كانت المفاجأة. لقى هذاك القبر مقاد ومصوب ومرتب وكأن حتى شي حاجة ما وقعات. صاحبونا ما فهم والو وما تقبلش هالشي اللي كيشوف، لدرجة خشى يدو في جيبه باش يجبد السنة ويشوف باللي واش بصح جبد هانيش ولا لا، ليكون كان كيحلام ولا شي حاجة. ولكن بطبيعة الحال جبد السنة، يعني داكشي اللي كيشوف قدامه بصح. ومع ذلك تجاهل هادشي كامل وحاول يقنع راسه باللي هادشي عادي وزعما ما كاين حتى شي حاجه اللي كتخلع. واخا هكاك كان عارف باللي الداخل ديالو شي حاجه ماشي هي هذيك. مهم من بعد رجع للدار وبقى مع العائله ديالو النهار كامل حتى غيوصل الليل وغيجلسوا يتعشاو. وهنا ملي كانوا كيتعشاو غيسمعوا الدقان في الباب، غينوض العساس باش يشوف شكون، غيحل الباب ما غيلقى حتى شي واحد. ويلي شكون اللي جا دق ومشى؟ مع العلم ان ديك الساعه كان الليل، يعني شكون غيجي عندهم في ديك الوقيته؟ ما فهم والو. مهم سد الباب ورجع كمل العشاء ديالو. غيسمع الدقان المره الثانيه وهنا غيدخلوا الشك ويقول شكون يقدر يكون كيدق، شكون جا عندنا في هذا الليل؟ مع العلم ان المقبره مسدوده وما كيدخل ليها حتى شي واحد. المهم غينوض يشوف شكون وغيحل الباب، ولكن عاوتاني بحال المره الاولى ما لقى حتى شي واحد. استغرب وما فهم والو، رجع كمل العشاء ديالو عاوتاني. الزوجه ديال العساس غير جالسه وكتشوف، وحتى هي ما فهمات حتى شي حاجه من هادشي اللي كيوقع. المهم بقاو جالسين حتى غادي يسمعوا الدقان المره الثالثه، وهنا تاكدوا بجوج باللي شي حاجه كتوقع في الدار ماشي هي هذيك. ناض العساس وهز في يدو واحد الاداه باش يدافع على راسو، زعما الا كان شي لص ولا كان شي واحد يدافع على راسو. مهم هز هذيك الاداه وحل الباب، وهنا غيتصدم بوجود واحد القطه سوداء قدام المنزل، والشكل ديالها مرعب وكتشوف فيه، كتشوف في العساس بواحد النظرات غريبه ومرعبه. الزوجه ملي شافت هذيك القطه تخلعات وحسات بواحد الشعور غريب، ولكن مع ذلك قالت يقدر يكون فيها غير الجوع. مشات جابت لها الماكله وحطاتها، ولكن والو، القطة ما تسوقاتش ليها وبقات حاطة عينيها على العساس كتشوف فيه، كتشوف فيه بنظرات وعيد وتهديد. وهنا الزوجة استعدت بالله بصوت مرتفع حتى غادي تهرب القطة وغتدخل وسط القبور. المرأة رجعت وجلست حدا الزوج والأطفال ديالها، ولكن الداخل ديالها عارف بلي شي حاجة غريبة كتوقع وكأنه ندير شؤم. مهم دوزوا هذيك الليلة وناسوا، حتى الصباح غادي تجي واحد الجنازه اخرى. غيتكلف العساس وغيدير داك العمل اللي موالف كيدير، غيتفل الميت وغيقاد دوك المسائل حتى غيسالي. ولكن اللحظه اللي بغيت يتخلص فيها من عند هذوك الناس غيشوف وسطهم هذاك الرجل الميت، الرجل اللي حيد ليه السنه، غيشوفه واقف وسطهم كيشوف فيه وكيضحك. غيتصدم وغيبقى في بلاصته ما فاهم والو، لدرجه غيبقى جوج دقائق وهو مصدوم، جوج دقائق هو هذاك السيد مد ليه الفلوس وهو ما كاينش في هذا العالم، حتى غادي يفيق عاد غادي ياخذ هذوك الفلوس وغيمشي نيشان للدار، غيمشي للدار وهو ما فاهم حتى شي حاجه من داكشي اللي شاف. المهم دازوا ليام وليام وما بقات وقعت حتى شي حاجه غريبه لهذاك العساس، يعني ما بقاش شاف شي حاجه اللي خارقه للعاده، عاش حياته طبيعيه لدرجه صافي نسى الموضوع، نسى هذاك الرجل الميت ونسى كاع داكشي كامل، قال غادي نكون غير كنت كنتخيل. المهم نسى داكشي كامل. حتى لواحد النهار كانت الزوجة ديالو كدور في السوق، كدور كتقدى داكشي اللي باغا، حتى غادي تصطادم بواحد المرأة عجوز، غطيح هذيك المرأة العجوز وغتهز هذيك الزوجة باش تنوضها، غتشدها المرأة من يديها باش توقفها. وهنا هذيك المرأة العجوز غتصدم الزوجة وغتقول ليها واش انتي؟ هي بنت فلانة الأم ديالك، هي فلانة. جاوباتها الزوجة وقالت ليها اه، كيفاش عرفتي؟ كيفاش عرفتي الاسم ديال الام ديالي؟ قالت لها المهم بغيت نقول لك غير واحد الحاجه. قالت لها مرحبا شنو كاين؟ قالت لها هذيك العجوز انا جيت غير نقول لك واحد الرساله ووصليها للزوج ديالك، قولي ليه ان للميت حرمه لا يمكن انتهاكها. في هذه اللحظه الزوجه دارت بها الارض وما فهمات والو، حسات بواحد الاحساس غريب مخلط مع الرعب، بقات مصدومه في بلاصتها وما نطقات حتى شي كلمه حتى غادي تمشي هذيك المراه العجوز. غترجع الزوجه للدار كتجري باش تقول للزوج ديالها هادشي كامل اللي وقع، غتدخل وغتبدا تغوت عليه
وكتقول ليه كنقول لك رجع من هذيك الطريق اللي كدير، راك باغي تخرج على راسك وتخرج علينا، رجع من هاد الطريق اللي كدير، راه هادشي ما مسلكش. العساس ما فهم والو، قال ليها شنو كاين، راني ما فاهم والو، فهميني شنو واقع، علاش كتغوتي بحال هكا؟ وهنا عاودت ليه كاع داكشي اللي وقع عليها مع هذيك العجوز. استغرب وقال ليها كيفاش عرفات اسم ديال الام ديالك، ياك حنا ما معروفينش في هاد البلده. جاوبات وقالت ليه انا ما عندي حتى شي فكره، المهم اللي عارفه هو انك خاصك تبعد من هاد الطريق وما تبقاش تقرب ليها، بعد من هادشي. وبقات عاوتاني كتغوت عليه، ولكن هنا غيقمعها وغيقول ليها وياك تعاودي معايا هاد الهضره، انا عارف شنو كندير وانا كنتحمل المسؤوليه داكشي اللي زعما داكشي اللي كندير، انت ما تدخليش في هادشي نهائيا وما تبقايش تجبديه معايا. المهم قمعها كيف العاده. دازوا ليام وليام، حتى لواحد النهار غيجي واحد الميت جديد باش يدفنوه، غيدفنوا العساس وغيدوز كلشي بخير وعلى خير، حتى حاجه ما غريبه، كلشي غيدوز هو هذاك. المهم دفن هذاك الميت ورجع للدار، وبقى في الدار حتى غيوصل الفجر، وهنا غيقرر باش يرجع لداكشي اللي موالف كيدير. غيهز المصباح في يده وغيخرج من الدار غادي نيشان لهذاك القبر الجديد اللي دفن، وبالفعل دخل وحل هذاك القبر وبدا كيقلب في هذاك الميت كيف العاده، حيد ليه كاع دوك الملابس اللي كان لابس، دوك الملابس الزوينه اللي كان لابس كامله حيدهم، وبدا كيقلب فيه لعل وعسى يلقى شي حاجه عاوتاني ثمينه. وهو كيقلب فيه غيسمع الزوجه ديالو كتعيط ليه، غيبقى هز دوك الملابس في يدو وغيخرج باش يتكلم لها، ولكن المفاجاه ملي خرج ما لقاهاش، ما لقى حتى شي واحد كيعيط ليه. قال ربما نقدر نكون غير كنتخيل. مهم تم راجع للقبر باش يكمل داكشي اللي كيدير، وهنا غيبدا يسمع عاوتاني الزوجه ديالو كتعيط ليه، ولكن هاد المره بصوت خافت ومرعب ومخلط مع الضحك. ملي غيبغي يدور يشوف شكون كيعيط ليه غادي يتفاجئ بوجود واحد المراه، ماشي مرته، مراه كتبان كلها سوداء مع هذاك الظلام، لابسه واحد اللبس اسود فضفاض والشعر ديالها كتير وجهها ما كيبانش مزيان، والغريب في الامر هو انها عرجاء، يعني جايه كتمشى لعندو وهي عرجاء. بدات جايه وكتقرب ليه وهو لاصق في بلاصتو ما قادرش يتحرك نهائيا، غتبقى جايه وكتقرب حتى غيبقى بينه وبينها واحد المسافه قصيره، وهنا غدوي معاه بواحد الصوت خشن ومرعب وغتقول ليه اعطيني الامانه ديالي، اعطيني الامانه ديالي اللي خديتي. وهنا العساس ما غيحسش براسو حتى غادي نيشان غيجري للمنزل ديالو بسرعه البرق، غيدخل غيسد عليه الباب وهو مخلوع ما فاهم والو، ما عارفش اصلا شكون هي هذيك المراه. غيدخل غيسد عليه الباب حتى غتجي الزوجه ديالو غتقول ليه مالك وجهك صفر بزاف، شنو كاين، بحال شي حاجه واقعه كتخلع، شنو كاين شرح ليا. المهم الزوجه ديالو تخلعات ما فهمتش والو، قالت لي عاود ليا وشرح ليا شنو واقع. وبطبيعه الحال هو ما نطق حتى شي كلمه حيت عارفه غتبقى تلوم فيه عاوتاني، ما زاد معاه حتى شي كلمه، مشى نيشان البيت ديالو باش ينعس. المهم دوز هذيك الليله وهو بلا نعاس، كيفكر غير في داكشي اللي وقع ليه، يعني هذيك الليله ما نعسش، بقى فايق حتى الصباح. المهم الغد ليه دوز النهار ديالو طبيعي وكان حتى شي حاجه ما وقعاتش، ولكن ملي وصل الليل ونعس غيسمع واحد الصوت كيعيط ليه. خرج من الدار وبدا كيقلب على المصدر ديالو، بدا كيتمعن فيه حتى اكتشف باللي هاد الصوت ديال ولده، يعني ولده اللي كيعيط ليه. بقى كيقلب عليه وسط القبور لعل وعسى يلقاه، بقى تابع الصوت، بقى تابعه حتى غادي يعرف باللي الصوت خارج من واحد القبر، غيدخل ليه وغيحل. وهنا غادي تصدم باللي هذاك القبر خاوي وما فيه حتى شي واحد، وهنا بدا كيسمع صوت ديال ضحكات، شي واحد كيضحك عليه من اللور. غيدور باش يشوف شكون اللي كيضحك عليه، غيلقى هذاك الرجل الميت اللي حيد ليه السنه هو اللي كيضحك عليه ضحكات استهزاء، وغيقول ليه بواحد الطريقه ديال الاستهزاء، لقد راح واراح، لقد راح واراح، وغيبقى يعاودها ليه. غيفيق العساس من النعاس وهو مخلوع، يعني هادشي كامل اللي عاودت لكم غير كان كيحلم، قال الحمد لله هادشي كان غير حلم، الحمد لله كنت غير كنحلم. وفي هاد اللحظه سمع الزوجه ديالو كتغوت، قال واش هادي الزوجه ديالي اللي كتغوت، ناض كيجري حل الباب ديال المنزل حتى
حتى غادي يتفاجئ بوجود الزوجة ديالو هازة ولدها وكتبكي، هازة الابن ديالها وكتغوت وكتبكي. ولدها مات هاد المرة بالصح، ولدو مات، ما كانش كيحلم بالصح مات. فاقوا الصباح وجدوا الجنازة، وجدوا قاع مراسيم الدفن. اليوم العساس غيدفن ولده، هو اللي غيدفن ولده. كان ما متيقش، كان وجهه عامر بالدموع وما متيقش هادشي اللي واقع، خصوصا ان هذيك الحلمة اللي حلم قبل كان عارف باللي هذاك الميت مول السنة الذهبية هو اللي وراه هادشي كامل. ومن بعد ما سالوا الدفن رجع العساس لعند الزوجة ديالو وسولها، قال لها كيفاش حتخرج، كيفاش حتخرج من الدار هذيك الليلة؟ جاوبته الزوجة ديالو وقالت ليه انا خليته ناعس في الغرفة ديالو، قبل ما مشي الناس طمأنت عليه عاد مشيت، وكنت ناعسة حتى سمعت الصوت ديالو كيغوت برا، هي فاش خرجت ولقيته ميت مليح في الارض. وهنا العساس تيقن كتر باللي هذاك الرجل هو اللي وراه هادشي كامل. المهم في هذاك العزو جاو بزاف الناس اللي ساكنين في هذيك البلدة، خصوصا ان الطفل كان ضريف بزاف والسمعة ديالو كانت زوينة، يعني كلشي كان كيبغيه. ولكن وسط هذاك العزو كانت هذيك المرأة العجوز اللي تلاقات بها الزوجة في السوق، جات عندها عاوتاني وقالت ليها على ما بان لي ما قلتيش لي داكشي اللي قلت لك في السوق، ما وصلتيش لي الرسالة. وهنا المرأة تخربقات وما بقات عارفة باش تجاوب، قالت ليها علاش كدوي، ما عرفتكش علاش كدوي، الهضره ديالك كلها ألغاز، ما كفاتكش هاد الحالة اللي أنا فيها دابا. وهنا العجوز شيرات بيديها للحارس وقالت ليها واش ما قلتيش لي داكشي اللي قلت لك. وفي هاد اللحظة تيقنات المرأة باللي الموت ديال الابن ديالها ما كانش بالصدفة، إنما هادشي كامل راجع الأفعال ديال الزوج ديالها. ولكن واخا هكاك ما بغاتش تبين هادشي، ما بغاتش تبين هادشي قدام الناس. عاوتاني دوات معها العجوز وقالت ليها واش ما قلتيش ليه باللي الميت عنده حرمة وما خاصناش نقربوا ليها. المرأة تعصبات وحاولت عاوتاني تهرب من الهضرة ديالها، ولكن هنا العجوز غتصدمها بهذا الكلام، غتشوف بنتها الصغيرة وغتقول لها واش ماشي حرام الابتسامة ديال هاد الطفلة تدفن حدا هذاك اللي دفنتوه اليوم؟ وهنا فما كان على المرأة إلا تبدأ تغوت عليها وتقول لها أقسم بالله إلا قربتي لبنتي غندير لك وغندير لك. ما كملتش المرأة الهضرة ديالها حتى العجوز غتدور وغتتم غادة، وما غتسوقش الهضرة ديال المرأة، غتتم غادة. وفي هذيك الليلة نيت بدأت عاوتاني المرأة كتغوت على راجلها وكتقول ليه باللي انت هو السبب في هادشي كامل، انت هو السبب في الموت ديال الطفل ديالنا. حاول يهدأ ويقول لها باللي الموت ديال الطفل ديالنا غير قدر الله، ولكن مع ذلك بقات كتغوت عليه وكتخاصم عليه حيت كانت عارفة باللي هو السبب. المهم خلاها كتغوت ومشى هو ينعس، وياريت كل ما مشاش ينعس. حلم عاوتاني بنفس الحلمة مع ولده، حلم باللي ولده كيغوت وسط القبر، لدرجة فين ما ولا كيبغي ينعس كيحلم بنفس الحلمة، ديما كيحلم بولده كيغوت وكيبكي وسط القبر، حتى النهار اللي غادي يقرر فيه باش يمشي يقلب القبر ديالو، بغى يقلب القبر ديال الولد ديالو باش يتأكد باللي راه هو بخير وعلى خير. وبالفعل وصل الفجر وخرج كيف العادة، هاز المصباح ديالو غادي للقبر، ولكن هنا غيتصدم، غيشوف القبر ديال ولده محلول والجثة ديالو مليوحة وكأن شي واحد كان كيعذبو، غيمشي يجري غيهز وغيبدا يبكي وكيغوت. بقى هاز ولده وكيبكي حتى غادي يبدا يسمع صوت ضحكات وراه، شي واحد كان كيضحك وراه. غيدور باش يشوف شكون، غيلقاه الرجل الميت مول السنة الذهبية كيضحك عليه ضحكات استهزاء وكيقول ليه من لم يحفظ الأمانة لا يرجى أن تحفظ أمانته، أليس كذلك؟ وهنا العساس غيحيد قاع هذاك الخوف وذاك الرعب اللي كان حاس به، وغيغوت على هذاك الشيء، غيغوت عليه ويقول ليه ياك أنا اللي أديتك، علاش أديتي ليه ولدي؟ كان عليك تأديني أنا ما تأديش هو، حيت هو غير بريء، علاش أديتيه؟ وفي هذه اللحظة هذاك الرجل الميت غيختفي، وغتدخل الزوجة ديال العساس، غتصدم من داكشي اللي شافت، غتلقى القبر ديال الطفل ديالها محلول والجثة ديالو خارجة وشادها هو، غتصدم من هذا المنظر اللي شافت،
غتقول ليه حتى ولدك طمعتي فيه، حتى ولدك ما خليتيش على راحته، حتى ولدك جيتي تقلب القبر ديالو. غيجاوبها غيقول ليها لا راك فهمتيني غلط، غيبغي يشرح ليها شنو واقع، ولكن ما غتعطيش فرصه. غتمشي نيشان للمنزل، غتهز الطفله ديالها وغيمشيو بحالو. غتخوي الدار في خطره وما غيبقاوش يرجعوا. كنظن انهم غيكونوا مشاو سافروا ولا مشاو شي بلاصه، المهم ما بقاوش في هذيك الدار. هذاك العساس بقى بوحدو في الدار وكيلوم نفسه، عارف راسه باللي هو السبب في هالشي كامل، هو اللي تسبب في القتل ديال الطفل ديالو، وهو اللي تسبب في الرحيل ديال الزوجه والطفله ديالو جوجهم، وهادشي كامل بسبب الافعال ديالو اللي كيدير، وخصوصا هذاك القبر اللي كان نبش. بقى كيتسنى في عائلته كل نهار باش يرجعوا، ولكن والو، كيدوزوا ليام وليام وكل نهار كيبقى يتسنى فيهم غير يرجعوا. حتى لواحد النهار غيسمع الدقان في الباب، غيمشي فرحان باش يشوف شكون، غيمشي فرحان وغيحل الباب على اساس ان الزوجه ديالو وبنته جاوا، ولكن لا، ما كانوش هما، كان هذاك الرجل الميت مول السنة الذهبية هو اللي دق. من بعد ما العساس حل الباب تصدم وتم راجع للور. اما بالنسبة لهذاك الرجل او هذاك الجن، بدا جاي عنده وكيقرب ليه، وهو جاي كيقرب ليه الشكل ديالو بدا كيتبدل، ولا قبيح وكيخلع، ولا خايب بزاف وكيخلع. العساس بغى يغوت ويعيط لشي واحد باش يجي عاتقو، ولكن والو، كان غير بوحده في هذيك المقبرة، تحد ما يقدر يسمع. هذاك الشيء بدا جاي وكيقرب ليه كتر، وهنا العساس تشجع وسولو وقال ليه واش انت انس ولا جن، شنو بغيتي مني؟ هذاك الشيء جاوبو بواحد الصوت خشن ومرعب، قال ليه تقدر تعتبرني مزيج ما بين الجن والانس، ولكن اللي خاصك تعرف هو عندي بزاف د الاتباع من الجن والشياطين. واش ما شفتيهمش نهار الجنازه، نهار جاو يدفنوني؟ ما شفتيهمش؟ راه كلهم كانوا حاضرين، كلهم جاو باش يدفنوني. عاود سولوا العساس وقال ليه اذا انت دجال، دجال او ساحر؟ جاوبوا هذاك الشيء عاوتاني وقال ليه ماشي مهم تعرف، المهم هو داك الشيء اللي جاي عليه اليوم. قال ليه ياك صيفط للزوجه ديالك واحد المراه عجوز باش تنبهك وتحضرك، ولكن انت ما سمعتيش، ما سمعتيش ليها وما تسوقتيش، بقيتي كتآدي الموتى واخا حضرتك. بدا كيطلب فيه العساس وكيقول ليه باللي اخر مره يدير فيها شي حاجه بحال هكا. بدا كيطلب فيه باش يسمح ليه، خصوصا ان من بعد ما مات الطفل ديالو حلف ما يبقى يدير شي حاجه بحال هكا. ولكن واخا هكاك، جاوبو هذاك الشيء وقال ليه انتوما معشر الانس كذابين، كتبقاو تقولوا الهضره وما كديروهاش، يعني فيكم الكتوب. داك الشيء علاش خاصك تدفع الثمن على الخيانه ديالك للامانه. ومن تم ما بقاوش لقاو الاثار ديالو نهائيا. كاين اللي كيقول مشى سافر هو ومرته، وكاين اللي كيقول باللي بعض المرات كيشوفوا في المقبره، وكل واحد وشنو كيقول. ولكن العساس اللي كيجيبو لهذاك المنزل باش يسكن فيه كيخرج منه وما كيقدرش يعيش فيه، لدرجه جابوا واحد الشيخ باش يقرا فيه، بدا كيسمع فيه اصوات غريبه ومرعبه. الخوت، القصه ديالنا سالات، واش القصه حقيقيه ولا لا؟ الله اعلم. المهم القصه كانت مرعبه وبغيت نشاركها معكم، ولا عجبكم هذا النوع ديال القصص ما تنساوش ديروها ليا في التعليقات، ديروا لايك للحلقه وبارطاجيو مع اصحابكم. الخوت، كان معكم امين قيطي. تالله.